مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في برنامج اهل المدينه. برنامج اهل المدينه نستضيف من خلاله قامات وهامات، اسماء اعطت الكثير في شتى المجالات. نحاورهم، نناقشهم في القضايا التي تشغل البال. معي في الاستوديو السي سعيد هروش بصفته رئيس مقاطعة السواني وبصفته كذلك عضو غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة طوان الحسيمة ورئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة طنجة. مساء الخير سيدي سعيد. مساء الخير سي حفيد، شكرا على الاستضافة، شكرا لموقع طنجة 24. سعداء جدا وحنا كنستضفوك واخا في الموسم الصيفي. كيف ماشي بعدا مع الحرارة ديال الصيف؟ هو الحرارة اللي كتجي في وقتها راه كلشي مزيان. كيجي في وقته وكيجمع عند الله كامل مرحبا به. سي سعيد، انت لما جي عندنا الاستوديو دابا الحلقة وباعتبارك رئيس مقاطعة ديال السواني، شنو اللي ما عجبكش في الشارع العام؟ شي مشهد اللي شفتيه باعتبارك رئيس مقاطعة وحزة في نفسك؟ دابا هو الا قارنتي طنجة مع بعض المدن الأخرى راه كتفرح الصراحة، ماشي كيحس في النفسية. لأن كنشوف واحد المجموعة ديال الحوايج اللي مزيانين، ولكن خصنا واحد المجموعة ديال الحوايج اللي خصنا نعملوهم، خاصة على مسألة ديال السير والجولان. لنفترض نطرح هذا السؤال على السي سعيد باعتباره رئيس مقاطعة السواني، كيف كتتوقع يكون السير والجولان في مدينة مليونية هي طنجة الكبرى؟ نهضروا على السير والجولان، السير والجولان فيه واحد المجموعة تركيبة كبيرة، يعني تركيبة على حسب المستوى ديال النقل الحضري كيفاش خصو يكون أولا، والمسائل الأخرى ديال التشوير وهلم ذلك. باش نزولوا هذا الشيء هذا ديال الاكتضاد وهذا راه تعملوا لي تونير، تعملوا واحد المجموعه ديال الحوايج ولكن ما فكوش المشكل. علاش؟ لان الساكنه طنجة يمكن كنظن انها حبدات انها تمشي في السيارات ديالها، كتشوف العدد الهائل ديال هذا والزوار كذلك اللي كيتنقلوا بالسيارات ديالهم، فضروري ما خصنا من نقل حضري بديل اللي يقدر يوفر الشروط اللي باغيها الساكنه ديال طنجة. وكنحلموا يكون عندنا حتى حنايا مترو، يكون عندنا واحد المجموعه ديال الحوايج اللي يفكوا العزله على واحد المجموعه ديال المناطق، ويفكوا هذا الشيء المشاكل ديال السير والجولان، وكذلك انه حتى على الماليه والميزانيه ديال المواطن تكون ارخص وتكون اوفر من المواطن، لا من ناحيه ديال الوقت ولا من ناحيه الماليه. سي سعيد، انتينا مسؤول الان يعني مدبر، وكان عندي حوار معك وانتينا في المعارضه من داخل التسيير. اليوم كنستضفك وانت مسير مدبر، مثل هذه المشاكل هذه واش ما كتكونش عندكم في التقديرات ديالكم قبل حلول الموسم الصيفي؟ اللي مدينه معروفه انها تستضيف واحد مجموعه الناس، غيزوروا واحد مجموعه الناس، شنو هي الاجراءات اللي عملتوا باش تقدروا ننزلوا شويه؟ تلك الايام نتداولها بين الناس ياك. كان في واحد الوقت كنا في موقع وهذا في موقع ديال التسيير وعلينا مسؤوليات، حتى في الاول كان عندنا موقع ديال التسيير اللي كنا ما كنتوافقوش مع الاخوه اللي كانوا في التسيير ديك الساعه. هو العصب ديال الحلول ديال المشاكل هما جوج الحوايج لا تليت لهم، باش يكون عندك تسيير ناجح وتمشي في واحد المجموعه ديال الخطط وتكون عندك واحد التركيبه وعندك واحد المجموعه ديال بحال كنقولوا حنايا ديال التراكمات اللي كتشوف لها الحلول ديالها، ما كاينش حلول بلا المال، بدون ميزانيه بدون موارد ماليه. فلوس كل واضحين، الفلوس هما اللي كيحلوا المشاكل، هما اللي كيحلوا المشاكل. ملي كتكون عندك الفلوس كيبقى لك حاجات اخرين، هما الموارد البشريه اللي قادره تواكب معك يعني الافكار ديالك ونقدروا نطبقوا على ارض الواقع. فملي كتشوف الجماعه بالموارد البشريه ديالو بالموارد الماليه ديالها فالانسان فوق طاقته لا يولد. طب وهذا هو الاشكال، ولكن هذا الشيء ماشي يعني النقطة الأخيرة، حنا كنحاولوا بديك الشيء اللي عندنا أننا نوفروا شي حوايج إن شاء الله تعالى اللي تكون في الصالح ديال المواطن، وكاين منا بزاف، غير هي خاصها الوقت، ما كاينش شي حاجة كتجي هذيك. أنا كنقول كاين إكراهات ولكن كاين حوايج اللي يمكن ما كتشافش ولكن في واحد الوقت غنشوفوها وغتشاف إن شاء الله يا ربي. وإذا حنا ديما عندنا أمال وتا حنا في موقعنا أننا نصفق لكم إن شاء الله، وفي نفس الوقت كنصفق لكم. أنتم كنتوا توقعتوا أن الميزانية ديال جماعة طنجة توصل تقريبا 100 مليار في هذه السنة هذه، إيه. وهذوما فلوس اللي نحلوا بهم مشاكل، إيه. فين وصلنا مع ديك الفلوس مع المشاكل؟ هما أنا ما مشيتش في هذا النهج هذا في مقاطعة السواني، ولكن إخوة مقاطعات آخرين عملوا واحد التركيبة ديالهم
اللي يمشيو فيها يطرش السعر كل مقاطعه وكذا باش يشوفوا المداخيل ديال المقاطعه ديال كل مقاطعه شحال كتجيب وشحال كتعطي وشحال كذا. هذه فلسفه في حين هادشي هذا صعيب باش تعملوه في وحده المدينه يعني في التركيبه ديال وحده المدينه يعني العموديه. وصعيب باش تعملوه بموارد بشريه اللي عندنا دابا يعني كتخصك توفر واحد الموارد بشريه مؤهله كبيره لان هذا القسم ديال الجبايات ماشي قسم سهل. الجبايات ليست وظيفه فقط، الجبايات حرفه فلسفه ديال حيت انت تاجر كتشوف حرفه كاين اللي يقدر يجيب الفلوس كاين اللي ما يقدرش يجيبهم صح. كاين خلا تنزلوا في المطعه ديال الفلوس وما يجيب لك حتى درهم، وكاين سيد تعملوا في واحد البلاصه اللي ما فيهاش الفلوس ويجيب لك منها الفلوس. وانا كنقول دائما ان وظيفه الجابي ليست وظيفه فقط بل هي حرفه واحد السيد اللي يقدر يعمل توازنات ويقدر يمشي. هادو حنا ما بقوش عندنا وكاين واحد التقاعد ديال 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 الموظفين كبير، فتا الخلاف ما كاينش خص وظيفه يعني وظائف تكون. ف 100 مليار ماشي بعيده على طنجه. طنجه خصها 120 مليار حتى 140 مليار خصها الدخله في السنه، يكون هادو عندها مداخل ديالها. ما 100 راه باقي ما وصلناش للعدد، خصنا نوصلوا 140. كيفاش غنوصلوا 140؟ اول حاجه نهضروا على الضريبه ديال النظافه، بشحال كيخلصوها ديال المواطنين الساكنه ديال طنجه؟ كنظن كتجاوزوا 30%. كاين احتلال الملك العمومي، كاين الترخيصات التجاريه، كاين الاكريه، كاين واحد المجموعه ديال الحوايج نقدروا نجمعوهم ويعطيونا مداخل. كاين حاجه اخرى هو الحيف اللي كيتمارس على طنجه في اطار تحويله ديال التيفيه. المدينه كطنجه ان شاء الله كتوصل ل 13 حتى 15 ديال المليار، وثاني قوس اقتصادي في المغرب راه كاريزه وقارنه مع تطوان. مدينه صغيره وهذا واش اللي كيدخل لها؟ طنجه على الاقل على الاقل مره خصها تتحول لواحد 30 40 مليار. بصح انتم الان في التسيير واش ما ترافعتوش على هذه العمليه ديال رفع المدخل؟ كاين ترافع، حنايا عندنا تداول في 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 في, في الدورات، ولكن ما كنظنش ان السيد رئيس المجلس الجماعي والنواب ديالو راه ساكتين، وكنتمناو ان حتى النواب البرلمانيين يساعدوا يساهموا في هذا المجال هذا. هذا المطلب ديال المدينه كامله. المطلب ديال المدينه كامله، وان شاء الله كنتمناو الخير في المستقبل، لان حتى البلاد قازت بازمه ديال كورونا وقازت واحد المجموعه ديال الازمات ديال الجفاف وكذا، ممكن هادشي هذا هو يتطور ان شاء الله تعالى في المستقبل وتاخذ طنجه الحق ديالها من هاد التحويلات. وكذلك خاص المداخل المحوله اللي قلنا بحال هادشي هذا هو ديال ضرائب النظافه وكذا، تخدم عليه شويش وزاره الماليه باش توفر واحد المدخول هام للجماعه. سيدي سعيد، الناس ديال المدينه كيقولوا بلي السواني هي المقاطعه الوحيده اللي واكله الدق في نظام وحده المدينه. ما عرفتش انا العمليه وليدات السواني كيتشكوا من هذا الجانب، كيقول لك مقاطعه رغم ان وليداتها كيبغيو يخدموا وكيجتهدوا الى غير ذلك، ولكن واكله الدق ما عندها قطع ديال التعمير ناشط، ما عندها منطقه مطله على البحر، ما عندها حبل عاد الحوايج. تينا في نظرك السيد الرئيس؟ هو الذي قام بالتقطيع في 2003 كان ظليما في حق مقاطعه السواني. الوعاء العقاري في مقاطعة السواني واخا جيت بتاكر ما عندكش منطقة مغلقة وأصغر مقاطعة وأكثرهم كثافة سكانية. كيفاش غتعمل تحل المشاكل ديال الكثافة السكانية حيت المناطق الخضراء والملاعب و و و رديتي دابا البلغن الملاعب القرب شحال كاين عندنا في السواني؟ ثلاثة، واحد كان قديم، ثلاثة ديال الملاعب هما اللي كاينين. عندنا اكبر ملعب في بمعنى هاد الناس اللي كيقولوا متضرره مقاطعه السواني عندهم الحق يعني في راه متضرره اصلا. انا كنقولها لان خاص توسيع ديال الوعاء ديال الترابي ديال مقاطعه السواني باش تقدر تشتغل. حتى واحد المركب الثقافي ديال احمد بوكماخ، باقي المقاطعات الاخرى عندهم تفويض ديال الفضائح. حنا ما تعطلناش انتوما ما كاين ما تعطلناش، وكان عايد تعطى في الفترة السابقة لمقاطعة السواني عاد دخلت شوية ديال الحزازات وما تعطاش، والآن باقي ما تعطاش لمقاطعة السواني. وباش تعطي لي أنا المركب بوكماخ خص نكون عندي موارد مالية وموارد بشرية. هاد الموارد المالية والبشرية اللي عندي أنا ما نقدرش نجبر مركب بوكماخ في هاد الساعة ولا ما توفر لي شي هاد جوج الحاجات. دابا ندخلوا غير القاعة ديال بوكماخ ما فيهاش حتى الكليمة. المشكل كاين واقف مرة أخرى الاتحاد المؤشرين باش نفك أنا كتوصل لي شي المنحة 50%. على ذكر المنحة شحال توصلت المقاطعة هذا العام؟ حتى الساعة 40%.
40% وحنا في شهر 8 حنا في شهر 8 غنوصلوا في الطب ديالنا ل 50%. واش هادشي ما كيكونش عنده انعكاس على المقاطعه في علاقتها مع مثلا الممونين مقاولين؟ لا كنمشيو بواحد هذه مزيانه كتعمل ان ما كنعملوا صفقه او لا شي حاجه حتى كيكون عندنا كيكون عندنا الفلوس في الخزينه. ما كاينش وهذا على ما كيأثر على الممولين. رديتي بال حتى شي ممول ما كيغوت كيقول ما تخلصش ولا كذا، كيأثر علينا حنا في التسيير، لان تينا عندك واحد البرنامج غتخدم عليه ما تقدرش تخدم عليه. دابا انا مثلا في الجامعه في المقاطعه عامل دراسه مثلا على واحد المرفق معين على عامين ولا ثلاث سنين ساليه، دابا خصني ست سنين ب 50%، خصني ست سنين. انا هضر على صيانه الطرق والازقه كنوفروا لها 950 مليون في الميزانيه، يعني تقريبا 45% من الميزانيه اللي عندنا غير ديال صيانه الطرق والازقه. علاش كنوفروا هذا المبلغ المالي هذا؟ خصنا نساليو على مده سنتين، كنقولوا غنساليو الازقه والشوارع اللي على داخل الاحياء في الاحياء الناقصه بهذه الطريقه. هذه خصني خمس سنين ياك؟ انا عندي مشكل كبير في السواني، مشكل ديال الاناره العموميه. وهذا تقريبا نزيد معك حتى بني مكاده ونزيد معك حتى مغوغه، يعني انا اختار سواني اختار ربما شبكه على الشبكه قديمه تاريخيه. ملي كنهضروا حنا على بني مكاده وكنهضروا على مغوغه كاين احياء جديده وكاين حصلات على واحد النصيب ديالها مشروع طنجه الكوره. والله رديتي بال سواني راه ما حصلت على والو، لان دائما كتكون محقوره او دائما ما فيهاش صداع او الناس ديالها يعني ما مسالمين. ليش مسالمين؟ واحد المستوى معين اللي ماشي بين السواني راه كل مقاطعه عندها خصوصيات ديالها في نظر الاخر، ولينا طبقه متوسطه فعلا. الفقر اللي كاين في السواني ما كاينش في شي بلاصه اخرى، ولكن الناس ديالهم عاوتاني عندهم الناس باقي شابرين الديور ديالهم ما كيكريوش دريد الحومه. سيري كتعرف المسائل ديال السواني. فدابا ملي كنمشي بعض الاحياء 40 عام 50 عام ما تبدلاتش البوله، باش غنبدلها؟ دابا كان عندي برنامج دابا غنقسمو. دابا ديك 900 مليون السنه اللي ما جا قسمها على جوج، 450 الطرقان و 450 الاناره العموميه. باش ديك 450 وصلت عند 100%، بسم الله ما وصلتش عاد نعمل فيها غير 250 و 250 عندي الاناره العموميه. دابا مثلا الجماعه الا كانت محدد العام هذا المقاطعات مثلا نقولوا مليار، ياك عطاتك 50 500 المليون كنخدم خمس ما يجي ما كتزيد داك الشيء 5 مليون. لا لا ما كاينش، هي بيدها ما دخلت شيء، يعني هي بيدها ما كتكونش دخلت. لان كتوصل 50% كتعطيك 50%، كتوصل 60% كتعطيك 60%، وداك الشيء اللي ما كيدخلش فيه كيبقى؟ ما كيدخلش، كاين كتبقى اغلبيه كتبقى باقي استخلاصه. في باقي استخلاصه وهذا هو الموضوع اللي خصنا نخدموا عليه. اذا هذا الباقي استخلاصه انا بغيت نمشي معك باش نوصلوا لهذا الباقي استخلاصه. شنو هو تصوركم وانتم مدبرين ديال الشان المحلي في استخلاص الباقي استخلاصه وهي اللي ارقام كبيره كبيره يعني؟ نعم. من التاريخ ديال طنجه كتفوت 200 مليار. واش 200 مليار ماشي رقم كبير؟ ولكن واش حقيقيه؟ انا ما عارفش. هذا هو السؤال. انا الاداره دابا انتم قلتوا لي 200 مليار، نقدر نخرج لك انا واحد المبلغ مهم اللي ما يتخلصش، يعني فيه شي مشاكل او شي حاجه او تجاوزات او شي واحد مات ولا فهمتيني بزاف ديال الحوايج. كنقولوا حنا كتبقى 100 وشي حاجه هنا، هاد 100 شكون اللي غيستخلصها؟ هو داك الحريفي اللي قلتي. ولكن خصك توجد له عاوتاني الحريفي عاود تعطيه العده، تعطيه الليبرا وتعطيه مقاس وتعطيه كذا باش يخرج لك واحد الطرزه مزيانه. شكون هي؟ هما خصو يكون عنده موارد بشريه باش يقدر يخرجوا من عند الناس وهذا وهذا وهذا. دابا لو مشيتي رديتي البال دابا غير شويه راه كيطلعوا مره داخل غير في الاشاره تاع انك تصيفط رساله او كتحجز له على شي حاجه او كذا. خصنا نشوف هذه الطرحه هذا هو، ولكن كاين مبالغ اخرى خص الجزر. والجزر ما فيهش غير الجماعه، في الجماعه والمقاطعه حتى المواطن وهذا كلشي. والمواطن خصو يمشي يخلص، يحس بالواجب. واش دابا انت كتسيب النفايات ديالك والجماعه كتسيبها لك وكتحتاج النهار اللي كيكونوا النفايات مهزوزين والشركه كتحتاج ولا ما تخلصهاش وانت ما كتخلصش حتى درهم؟ والمشكل كاين في المشرع. انا كاين واحد المجموعه ديال المجمعات السكنيه في طنجه ما كتخلصش حتى درهم، زيرو درهم. واخا تجي تعطي من ضربه النظافه ما تقدرش ديرها لها، لان ديك السومه الكرائيه اللي كيعملوا لهم ملي كيعملوا ديك القيمه وكتضرب واحد المعدل ما كنوصلوش هذا. هنا عاود المشرع خصو يفتح يعني كلشي يساهم في الجبايات، خص الجميع يساهم يجعلوا 10 دراهم. سي سعيد نقول لك انا نقربوا للمشاهدين شنو هو الاختصاص المقاطعه في المختصر المفيد يفهموا المشاهدين.
ملي كتمشي تقرا القانون التنظيمي 113/14 خصوصا كبيره وفضفاضه، ملي كتجي للواقع ديال التطبيق ديال هادشي هذا هو ما عندك والو. كيفاش ما عندك والو باش المواطن راه كيسمع معاك؟ وانا نقول لك الاناره ديال الجماعه، القطعه النظافه ديال الجماعه، معناتها هي كتربح فلوس وتخلص اخر. لا حنا فين كنبقاو كنبقاو في ديك الصيانه، الصيانه ديال المناطق الخضراء، الصيانه ديال الازقه والشوارع. دابا دخلنا كنا كنشريو شويه ديال الليمونيرات وكذا، دابا راه دخلنا حتى هي الصيانه عم كون نشريو ونركبوا حتى حنا كنشهدوا شويه ومجالات اخرى اللي عاديه ترشيد ثقافي. ولو كانت مع واش السيد عتمد ترشيد ثقافي واحد الميزانيه بهالطريقه هذه كتكون كتتعدى يعني شي امور، ولكن الاختصاصات المهمه كاينه في الجماعه، وانت مفروض عليك تبع سياسه القرب مع مؤسسه القرب. مؤسسه القرب وانا ما قادرش نشري لابيلونس، دابا اللي محتاج بولاسيه ما قادرش نشريها، خص الجامعه تشريها وتعطيها لي باش نعمل بها سياسه القرب. ما قادرش نشري كاميون، شي جامعه تشري لي قادر نكري عاد في الاخر دوك يعطونا الاكريه، ولكن الاكريه كتكون مكلفه. يعني واحد مجموعه ديال الحوايج فيها تداخلات. هنا خاص رئيس المجلس الجماعي يزيد شويه في التفويضات رؤساء المقاطعات، يعني العمده ديال المدينه رئيس الجماعه خصو يتنازل شويه على الامام ديالو، والنواب اللي معاه ينقصوا شويه من التفويضات اللي عندهم، يعطيهم يقوزوهم للجماعه. ونعطيك واحد الحاجه، دابا تينا كايز عدلتي شارع خسرت عليه 100 مليون ولا 200 مليون ديال السنتيم، جات شركه ديال الاتصالات خرباتو او شركه ديال التدريب القانوني. ما عندكش الصفه؟ انا ما عنديش الصفه باش نراقبهم ولا نتابعهم. الجماعه هي اللي كتتابعهم. انا ولا جبرت ومهرته وديك الشيء كنكتب للجماعه، وغدا كتبت لهم الجماعه وغدا رخصت لهم مقطع اخر، وكان عندي في المقاطعه والله ما صلحش ديك المنطقه، لا صلح لا رخصت له جهه اخرى وبلي نورم ولا ما كانوش يعاود. وهادشي ما كتداولوش؟ ما كتداولوش، ولكن انا كنقول المبرد الفرنسي كاين كيفوق. واش عندنا موارد بشريه اللي تواكب هادشي؟ انا عندي مقاطعه صغيره كنقدر نتحكم شويه، ولكن كنصنع على بني مكاده. واش حنا مع قي نهار يدور في الزناقي باش نشوف هذه تهرسات وهذه مثلا ولا مدينه ولا مغوغه؟ واش عندنا موارد بشريه كافيه نهضموا؟ واش عندنا موارد بشريه مؤهله؟ عندنا تقنيين راه خصنا نوظفوا، خصنا نوظفوا، خص التوظيفات في هذا المجال هذا. ولكن السي سعيد دابا انا اللي كنفهم اللي ما بغيت نفهموا يفهموا معايا المشاهدين باللي مزيان نلقاو السياسي بحالك مشخص، لا كنوضحوا يعني مشخص راه مشخص واضح الان ما عندها ما نخبر الان. لا بالعكس، وانت عندك جوج ديال لي كاسكيت، انت رئيس مقاطعه ورئيس فريق ديال الحزب كيدبر مدينه، بمعنى انك عندك الاليات من يترافع. واش هادشي طبعا انا ماشي كنقلل من شو واحد مجموعه ديال الاسئله، واحد مجموعه ديال النقاط جدول الاعمال كنت كندري درجتها اللي صيفطت السيد الرئيس باش يدرجها في وكيفاش كيتفاعل معاه هو باعتبار انتم في هيئه سياسيه وكذا. لا شوف السيد العمده راه شابر العصابه الوسط، ويمكن كنظن واخا تشوف العمده من نفس الحزب راه يمكن يكون عند صلاحيات عند شي ناس اخرين احسن مني هي معنا في الحزب، والا عتسمى بانك انت كتنحاز الحزب ديالك وكذا وكذا، وهذه هي اللي كتاثر علينا حنايا في المسار ديالنا. يمكن الرؤساء اخرين يمكن يكونوا يعني يحصلوا على نتائج احسن من المقاطعه السوالي. وهذا غريب حيت حنا دابا المواطن مثلا كيشوف في الاول كيشوف واحد برنامج ديال حزب معين. نعم. هو برنامج اقليمي مثلا، ملي نجيو ننفذوه كنجبروا اننا العراقيل والاكراه. لا العراقيل راه شوف العراقيل راه كاينه. انا كنقول ملي كتدخل على واحد راه انت كتعمل الصحافه ولا ما عندكش الكاميرا تصور. صحيح ترجع تكتب عتعمل الصحافه المكتوبه ولا مشى لك ستيلو ترجع الصحافه المسموعه مسموعه ولا غير كتهضر. حنا دابا كنبقاو هادي كيبقاو ينقصوا لنا واحد الوسائل وكنبقاو نخدموا وسائل اخرى، في حين حنايا في هذا الوقت هذا سكون وصلنا شي حوايج اخرين. راه ماشي في الرقم، لا ماشي في واحد مجموعه ديال الحوايج، راه كاين دابا كنهضر على الصين ولا شي حوايج دابا اللي كنشوفهم راه الناس وصل 2030 على ديك الرقمانه. واخا انت سبقتيني انت دابا جبدتيني نعم ماشي مشكل، هذه كتجبد هذه هي مدينه طنجة. هذيك الرقمنه مؤخرا ما يسمى بفضيحه تزوير الشوارع. ايوا شويه الصحافه عاوتاني. لا احنا كلمه العمده كتعطي لا كتعطي لا ماشي لا 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 ماشي كنقول كتدخل لا لا ماشي كتعطي شويه ديال ملي كتجي كتوجه السيام كتوجهو. هذا يعني تصريح ديال السيد العمده مكالمه هاتفيه على عبر اثير احدى الاذاعات الخاصه
قال هادشي انا دابا بغينا نسمعوا من عندك حنا ما عارفينش. انا اعطيك بالتفاصيل الممله واللي كنا وتسي سعيد راه رجعوا له عاود شواهد عاود لا لا نعطيك شنو كاين. كاين السيد العمده عنده يمكن معلومات ويمكن تحصل على شهاده سكنه ماشي هي هذيك. يعني واش عنده معلومات ولا عنده بروف؟ عنده وصل معلومه وفتش على بروف وجبر بروف جبر الوثيقه ماشي كاين عند وكيل العام. العدد ما واضحش العدد باقي ما واضحش ويمكن يتوضح من بعد ولكن كاينه شكايه تكون واضحين. فيما يخص شق مقاطعه السواني فهاد الرخص السكن ما باقي لحد الساعه ما كاين والو. ولكن في الرخص نتمناو ما يكونش نتمناو والله نتمناو والله ما يكونش. حتى سي سعيد احنا بدينا اعاده الثقه للمؤسسه هي اللي كاتاثر الوقت كاملين بينا ماشي اعاده الثقه في المؤسسات ضروري الحاجه اللي كاتاثر. ملي تسال تقول ما يمكنش يسكت علاش ما يمكنش يسكت خاص الجميع يكون سواسيه صح شكون واضحين. في مقاطعه السواني جاتنا الغرابه بعض الرخص كيتنزلوا في المنصه ومن هما ما كيكملوش ما كيكملوش عادي ولكن ما يمكنش واحد يعمل واحد المشروع وما كيكملش. اذا تما هنالك خلل ما فرئيس المصلحه بدوره انتبهت الشكوك شي واحد نزل رخصه فين شي بلاصه اخرى ودري باش يعملوا. لان عندنا الرخص عندنا التصريحات وعندنا اللي كدير بحوث وعندنا البحث ما نرفعو الماضي اللي كدير بحوث كيخرج كيف السيد كيمارس المهنه ديالو والضوء ديالو شي حاجه ماشي هي هذيك. الجمل الصدف هو واحد السيد جا كيطلب رخصه استغلال بحال هذه لانه هو ما عرفهاش يمكن وعطاوها في واحد عطاوها الوثيقه قالوا له بحال هذه جا كيفتش على وثيقه ديال رخصه استغلال بحال يعني بحال هذا النموذج الدولي ديك النموذج فيه مقاطعه السواني فيه رقم الترخيص فيه واحد المجموعه ديال الحوايج ولكن كيفاش مع الدلاو كذا بان التسميه حنا ما كنعطيوش ديك النوع ديال الرخصه بعدا اصلا ما كنعطيوش ديك النوع ديال الرخصه ما عندناش في بلاطون ما عندناش ماشي الدور الدزه ديالنا حنا. فملي مشى قال ما غنكون شي حاجه يعني فتش جبر ما كايناش. حنا عملنا مراسله للسيد العمده في هذا المجال هذا هو كنخبره لان حنا ما عندناش الا الشخصيه المعنويه في المقاطعات الجماعيه المسؤوله وعملنا مراسله للشركه المفوضه لها قلنا لها خصك تعطينا الان جميع الرخص يعني جميع المحلات يعني التجاريه او لي كونتورات العدادات التجاريه اللي دخلتيها هاد السنه هذه هي من بعد يعني 22 و23 تعطي لنا يعني السميات باش نقارنوه مع اللائحه اللي عندنا وعيبا ديك الساعه اللي كاين خلل عيبا اللي ايكال واللي ماشي ايكال. حنا باقيين في البحث لان داكشي عندي واحد البحث طويل شويش وفي الحقيقه تقريبا اللي عطاونا 170 هذا ولكن فيه بعض الحوايج على حساب سوق صبراطه والحوايج ديال سوق نجيبه وكذا هذو اللي ما كيديوش يعني البحوث نزولوا هذوك واللي غيبقى نبحثوا فيه. حنا نتمناو هذا الشيء هذا يكون ان شاء الله يا ربي خطا حيت تاتي لا يعني لا شيء ديال رخصه السكن راه ثابته 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 هذه انا كنعطيك من هنا بانها ثابته وهذه الرخصه هذه هي ثابته. سي سعيد انا وكاين حوايج نتمناو يبقوا في هذا الشيء. سي سعيد انا زيدوا لكم فاعل سياسي تقريبا جوج ولا ثلاثه الولايات وسبق لكم عشتوا هذه الحوايج ولا هذه داخل على المؤسسات المنتخبه؟ لا هو التطور العلمي يعني ملي دخلنا في الرقمنه دونك شي ناس كيطوروا في الاساليب ديالهم وكنظن هذا الشيء ديال البلاتفورم هي كيفاش؟ لا هو ملي كتجي في الميناء ما كتبقاش تلقى مع ما بقاش اليد يعني ديك السيد اللي كيخرج ديك الرسوم اللي كيخرجها كيتيريها ملي كتسيرها كتخرج بحال فوتوكوبي هنا كتسهل الامور. دابا حنا غنشوفوا شي صيغه نقدروا يعني خاص شي تحميل شي رقم سري شي حاجه نقدروا نحميو بها هادشي هذا هو او يعني اي مؤسسه هو كيبقى شويه ديال النواقص. هادشي ديال المنصه كان خصو يكون مشروك ما بين المقاطعات والجامعات والمحافظه العقاريه وهاد فين ما كتحتاج هاد الرخصه خص كلشي يكون على اطلاع عليها. انا ملي كنزل الرخصه ديالي في المحافظه كيطبي كيشوف واش حقيقيه ولا ماشي حقيقيه كينزل كتنزلها شركه اماديز كيطبي كيعرف حقيقيه ولا ماشي حقيقيه مزيد. ولكن دابا هنا التواصل ما كاينش يعني ملي كتنزلها تيلا واحد مرفق معين كاس ديالو ما كيعرفش هي يا فوتوكوبي وكان يعني كيقول راه هو ماشي محقق. سي سعيد قبل ما ننتقل انا كنخاف يعني هذا الشيء ديال الرقمنه غير كشف واحد الجزء
لي سنين وكتما الا مشينا هذيك كنجبروا بوثائق ما نعرف كيفاش كانت التزوير ما نعرف ما تبقاش تعرف المهم نخليوها للتاريخ. مشاو سيدي ساعتين واحد الراجل اللي كنعرفوك مناضل ديما كتسيب كاسكيتا رئيس مقاطعه السواني وعضو الغرفه وكتهضر على كاسابراتا سوق كاسابراتا كاسابراتا ساكنك ساعي اهلوش الحي ديالي فين وصل ديك السوق كاسابراتا يمكن كنقول كيف فين تعلمت الحريف التجاره تعلمت التجاره وكيقولوا الخير يعني كيقولوا يعني اللحم كتافي بالخير ديالو الحمد لله خدمنا فيه وكلينا فيه الخوز والمهنه ديالنا كان هذا هو جزء من الوفاء فيه وكيبقى دائما واحد جزء من الذاكره ديالي فهمتيني وجزء من الملكيه ديالي وانا كنصبر واحد جزء مني وكيبدا يقولوا ولد كاسابراتا وكذا وانا كنفتخر بهذا الشيء بالعكس شرف انت المهم انا ولد كاسابراتا ولد حيد كاسابراتا وضرب بس كاسابراتا في الدروب كاسابراتا خصو يصفق وعيش كاسابراتا وما كيعيش كاسابراتا ممتاز علاش بالسوق كاسابراتا كيف الحكايه ديالو دائما في المدينه سينتقل غيزولوه من هنا لا ما يتزالش من تما ولكن ما يتزالش من تما ولا زولتي الحوتام لا ما تعيش ولا زولتي كاسابراتا بلاصه ما تعيش ولكن كيفاش التصور حنا بدينا كنشوفوا واحد البرعه ديال المظاهر جديده بدات كتبان في السوق كاسابراتا البني في الطبق الثاني عنده الحانوت وبانين فوقي كذا يعني دابا هو التجاره كتشرف كتشوف التجاره كتطور والتاجر كيطور التجاره ديالو وفيما ضغطتي على التاجر بشي حاجه راه كيفتش على الحلول راه من بين الاذكى ديال الناس هما التجار لان كاين دابا الموظف كيخدم الوظيفه وكيتخلص في الاخر التاجر هو اللي كيصنع الفلوس بلا فهمتي ينتج كيصنع مهنه كيصنع كيخلص ضريبه كيخدم الناس كيعمل بزاف ديال الحوايج بالصفر كيحاولوا بالصفر كيحاولوا يحاولوا ارقام فضروري دابا السوق كاسر الطريقه اللي كيعيش بها والزخم اللي عايش به وهذا غيكون فيه واحد الظواهر ماشي هي هذيك واحد السلوكيات ماشي هي هذيك باش توقفها راك خصك واحد مجموعه ديال الاجراءات راه خصك قائد كاسابراتا وخليفه كاسابراتا ودائره امنيه كاسابراتا واحد مجموعه ديال الحوايج حنا كمقاطعه ولا كرئيس رابطه او كنائب رئيس ديال الغرفه كنحاولوا دائما نوازنوا نخليو التاجر يبيع ويشري نخليو الزبون يجي ما نوفرولوش 100% راه ديت التجربه ديال من بعد كورونا كاسابراتا تقلبات ورجعات كاسابراتا اخرى وهذا التجار تقول زعما شكرا زعما نتعبوا مع جميع وشي تاجر كاسابراتا واحد التاجر اللي كيتفاهم والمصلحه العامه دائما معاها واخا تشوف داك الشيء اللي كتشوفه وكيولا كيشوفك صادق في واحد العمل غيمشي معك فيه ولكن الجماعه شنو عطاتهم اخي سعيد؟ دابا هما مثلا ملي انتينا مرارا ملي انخرطتوا وبغيتوا تاهلوا السوق ديال كاسابراتا ما بعد كورونا لقيتوا التاجر بالجانب ديالكم. والجماعه شنو عطاتهم؟ دابا نعطيك واحد الحاجه باش تعرف قبل ما نعطيك واحد الحاجه نهضروا على التاريخ ديالها. كاسابراتا اللي جينا تصميم الاول اللي كان فيها ملي تاسس عام 1970 راه شي حاجه اللي كنفتشوا عليها دابا. اللي كنت عليها دابا ديك النموذج 1970 شوارع كبيره محلات كرسي بوحدو راه كنا كنعرفوا الزيتون بوحدو الخضره بوحدو والليل بوحدو والحوش بوحدو كان واحد انا عشت فيه صح عشت في الثمانينات صغير كنت كنمشي تما انا لعبت كره في السوق كاسابراتا كانوا باحات ديال الخضاره باحات خاصه باصحاب الحبوب فهمتيني كل موطا عنده باحات ديك الناس اللي كيبيعوا السباني كيبيعوا بلاد الكانو فهمتي ولكن كاسابراتا مع مرور الوقت الثمانينات وكذا كانت حلالات المشاكل اللي طنجه في ما كان شي مشكل في طنجه كنهزوا ديك التجار ولا ديك الباعه كنزيدهم في كاسابراتا فمن بعد ملي كانت 800 حانوت رجعت 900 رجعت 1000 رجعت 2000 رجعت 3000 كنلعبوا في 4000 هادشي على دكان 4000 دكان على حساب من هذه غتكون على حساب الرقعه الارضيه على حسب واحد المجموعه ديال الحوايج فدابا تينا عندك 4000 تاجر هذا اللي كاين دابا في كاسابراتا زائد 1000 مكان اكثر من 1000 مكان اللي في سوق القرى بمعنى ولا تعمر هذا الشيء هذا كامل راه 5000 تاجر 5000 ولا عملت في الاول 5000 خدام كتعطيك 10000 كتعطيك مدينه صح وباش تسيرها راه خسر بزاف ديال الحوايج ولكن قول برافو للتجار كاسابراتا انا السوق ما طاحش راه رديتي بان الاسواق اخرى في مدن اخرى ما بعد كورونا كيعيشوا الويلات ولكن كاسابراتا قدروا التجار ديالهم يسيروا رغم الضغوطات اللي عليهم الشيكات راك عارف دابا بعض الاخوان اللي ما قادرش لحد الساعه يخلصوا الغرامه ديال الشيكات حيت هما دفعوا الشيكات ملي دفعوا لهم تشد السوق انا داك الشيء ديال كورونا كان كبير بزاف ولكن مسيرين الوقت
وماشي الحمد لله كنجرو تيليزيوناس كنجرو تيليفوناس كنجرو سلاح كنجرو اي حاجه في تشتيت كازا مرضى كاينه وما هودتش على الريتم اللي عايشه فيه رغم ان الرواج هود شويه. هذا سي سعيد كنهضرنا على الرواج والحركه وانت كتشوف واحد بلعه تراجع انحباس اقتصادي في المدينه وفي المغرب كامل مثلا العالم. طبعا العالم حنا كنهضروا دابا على بلدنا كاين عندنا واحد الحاجه سميتها مؤسسه غرفه التجاره والصناعه والخدمات بجهه طنجه تطوان حسيمه وانت عضو فيها في الوقت اللي كنا كننتظروا من هذه المؤسسات يكونوا الدينامو وعندهم دور في تنزيل نموذج المشروع التنموي الجديد من خلال تنشيط الحركة الاقتصادية كنلقى هذه المؤسسات يتصارعون مع بعضهم البعض يتعاركون مع بعضهم البعض. آخر ما كنشوفه من بعد الخطاب ديال جلالة الملك الذي أوصى بالجدية وإعطى واحد جرعة ديال الأمل والتفاؤل باش المسار التنموي ديالنا يتكمل كيخرجوا لنا أعضاء في الأوديوهات وفي الاستقالات يعني داخل المؤسسة. واش هادشي هذا كيشرف الفاعل السياسي قبل الكائن الانتخابي؟ للاسف الشديد بعض المرات السياسه كتغلب بزاف ديال الحوايج وكتاثر ماشي هاد الاستقالات اللي نهضروا عليها باش تكون واضح هادو استقالات ديال حزب سياسي معين خمسه الاعضاء من نفس الحزب من الحزب ديال الرئيس من التحالف من الحزب ديال الرئيس احد الاطراف على التحالف تما اللي فكين في الغرفه كاين البام كاين الاستقلال كاين الاحرار كاين الاتحاد الشراكي كاين الحركه الشعبيه هادو خمسه توحم الساقل من الحركه الشعبيه توحم الساقل من الاحرار توحم الساقل من البام توحم الساقل من الاتحاد الشراكي من حزب الاستقلال المستقل من حزب الاستقلال حزب الرئيس هذا الرئيس شني عندهم شان داخلي بيناتهم صرفوه من الغرفه وهذا يحزوا في الناس كل ما جينا عندك كنت كنهضر مع واحد من حزب الاستقلال قلت له على الاقل ملي كنت كتنزلوا الاستقالات راه حنا مشاركين معكم في السياسه انتم كتاثروا علينا بهذ الاستقالات بالقيل والقال ديالكم وكذا قال هو مشكل حزبي خصو يصرفوه في الحزب ولا كان مشكل حزبي خصو يتصرف في الحزب ماشي على الطهر ديال المهنيين هذه من الناحيه الاولية من الناحيه الثانيه هذ الاستقالات هذو هما انا كنعتبرهم فوقعه لان النهار اللي كنا جينا نجلسوا قلنا له السيد الرئيس هاد 22 لجنه زائد 7 استشاريه ما يمكنش يكونوا 22 لجنه 22 لجنه مالنا حنا اخويا لجنة الخارجية العلاقة مع 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 استراليا العلاقات مع جنوب امريكا الجنوبية يعني كانت مقررة التوزيع مقررة التوزيع باش نخدمو الخواطر ماشي باش نخدمو اذا دابا هذا هو هنا اتفقنا في الجامع العام في الجمعية العامة السابقة في الدورة اننا غنقلصوهم وعملنا اجتماع ديال المكتب غنقلصوهم على مستوى الاقطاب عندنا 6 ولا 7 الاقطاب اللي غيكونوا وما يرجعوا لجان داك الاقطاب عملنا اللجان داخل الاقطاب غنزولوا اللجان غيبقوا الاقطاب والرؤساء ديال اللجان وهادو هما اللي غيكونوا في هذا القطب هذا وغنمشيو المسيرة ديالنا هو ممكن فوت غنزولوا هذا اللي جا في الدوره اللي ما جاو كذا سبقوا القصيده منا كتفسر بزاف تفسيرات وسيله الضغط على الرئيس كاهم معاه في الحزب شو شي حاجه ما عرفناش هادو هاد السؤال هذا خصو يتطرح على الساده ديال حزب الاستقلال ما تقدرش تكون شي علاقه ما بين الاستقالات ومع واحد الاوديو اللي تصرف الحسيمه احنا ما جيلو هذا الاوديو ديال مجموعة الحسيمة انا سمعت مجموعة الحسيمة طبعا سمعوا الاخوان حنا زوتيل كاين الناس انا الحسيمة تعيشوا واحد الوضع اقتصادي ماشي هو هذا عملنا الملتقى الاول وكان فيه صداع ودابا عملنا الملتقى الثاني وضربوا فيه صداع لان يعني ارضاء الجميع غير ولا تضرب صح ويمكن كاين عندهم تما تجاذبات مع بعضيتهم وكذلك يؤثر الشان التسيير ديال الجامعة لان يعني كاين كتجبروا مستشار في الجامعه وعضو في الغرفه يمكن كاين شي حاجات بحال هادو كاين بعض الاخوان اللي هنا وهنا هذا تضارب اوديو كيصرح شي تصريحات حنا من حسب الادله ما عندناش شي حوايج راه عن نبحثوا فيهم في المكتب ولكن ضيوف كانوا ونعطيك كانت السيده ديال البنك الدولي هادو ضيوف ديال المؤسسة وضيوف واش تينا كتحصر اللائحة غير في أعضاء الغرفة ولا تحصر أعضاء الغرفة نهضروا واحد جوج ثلاثة عندنا 97 عضو ولكن كانوا ضيوف تما كنظن ضيوف ديال المؤسسة كنظن أن هاد الضيوف هادو هما أسماء يعني هادشي غريبة يمكن هادشي هذا اللي طرح السؤال ولكن ولاد هاد شي حقائق أخرى ما يمكنش يسكتوا عليها ولكن أنا حضرت في ذاك اللقاء
ما شفت شي واحد وراني تما سيدي سعيد. ولا ما كنعرفوش الله اعلم كانت الزخام ديال الحضور كذا ما نعرف. سيدي سعيد نطرح عليك واحد السؤال في الاخلاقيات ديال الممارسه السياسيه. هذه كنسمعوا الثقافه اللي كنهضر على الاخلاقيات هذه كنفقدوها ولا نفتقدوها. واش احنا الان مثلا عشنا مع منتخبون عبر التاريخ مؤسسات حزبيه مناضلين كبار ما كانوش يحسنون القراءه والكتابه ولكن كانوا امنين كاين مبادئ وقيم. اليوم بدينا كنشوفوا مثلا منتخب مسؤول الى غير ذلك كامل على تسجيل الاوديوهات والتصريف ديالو. واش هادي فكينا عليك دابا انا فواحد المجموعه واحد المجموعه انا وعملت عطيت عملت واحد الاوديو عملت واحد الاوديو كان عليك انت تتصرفوا من الاخلاقيه من الاخلاقيه ما تصرفوش. دابا داك السيد عمل اوديو داخل المجموعه ديال الحسيمه حيت عندهم واحد الجروب ديالو شكون صربوا؟ هذا هو السؤال. اخلاقيا ما خصوش تسرب هذيك امانه. كان كيهضر معك واحد الحسين كيهضر معك فهذا اما ما يداع احنا كنديعوه. فهمتي حتى لك السؤال بالعكس ولكن القيم ما بقاش هذا راه بدينا دابا حتى الاحترام بيناتنا ما كاينش ما بين الاعضاء مع بعضهم كيفاش احترمنا الاخر. يعني كيكون خصومه سياسيه كيكون تدافع سياسي كيكون واحد مجموعه ديال الحوايج وكيف اطار واحد شي يكون ايجابي ما كيكونش سلبي ما ندخلوش في الشخص انا الحاجه وندخل واحد مجموعه ديال الحوايج وعلاش هذا عمل علاش هذا ما عملش شي علاش كذا كنضيعوا الوقت. شوف كاين الهضر ديال الوقت وغنخلصوا غالي انا يعني مابقاش الوقت دابا تضيعوا دابا الوقت خصك تستثمروا وتخدم فيه. حنا دابا راه سنتين جازت ونهضر معك على الغرفه سنتين جازت وحنا باقي كنهضروا. كنقول انا نائب رئيس كنقول لك سنتين حققنا بعض الحوايج ولكن باقي نهضروا. واش عارف باللي ان الناس المدينه كاملين كيقولوا اسوء مؤسسات الان في مدينه طنجه هي الغرف المهنيه اللي ديال المدينه ديال طنجه. انا ما نضربلكش ما نضربش اسوء. شوف جميع المؤسسات المنتخبه على مستوى الوطني ولا بقات بهذا النهج اللي ماشي عليه راه المواطن غتكون عنده نظره سلبيه ليه. ياك كيكون عند النعيك. وانا ماشي نشوف في كازا شوف الرباط شوف كذا شوف نظرك الاحزاب راه ماشي المعارضه. المعارضه هو تجي تقطع لي الدوره. المعارضه هو كنشوف كلام ديالك راه معارضه واخا انت في التسيير هو كلام ديال المعارضه ديال التشخيص. لا كنشخصوا دابا معارضه تهرس لي الدوره معارضه تعمل لي العوائق في شي برنامج واحد معارضه تعطي تقول انا ضد هذه تشخص وتقول لك ها البديل والحلول ها البديل. واش شي واحد جاب البديل؟ انا ما نعملوش منتخب الحسيمه وشنو نعملوا؟ اعطيني بديل. دابا كنا جالسين دابا مع المركز الجهوي للاستثمار جا السيد باغي غير جمعيه باغي يعمل واحد الحاجه كبيره وحنا مشينا معاه في واحد الطرح وغنشاركوا معاه. ممتاز. الصناعه الثقافيه ممتاز ممتاز ناقصه في البلاد ناقصه. هو راه الشاون هذا صح هو عمل السينما وعرض بعض هذا. حنا فكرنا كغرفه نعملوا واحد السطون ديالنا ونعملوا فيه الصناعه السينمائيه ونعملوا واحد الندوه ونجيبوا ديك الشباب ونعملوا واحد بشراكه مع مركز الجهوي للاستثمار ونعملوا واحد الندوه نعطيهم فرص اللي كتوفرها دابا الدوله لهاد الشباب هادو. يعني هاد التمويل هاد الشكل هاد الافاق اللي عندهم. وهادي مثل المبادرات ما يمكنش شي واحد يختلف فيها. خصنا نخدموا على هاد الشيء. خصنا نخدموا على هاد الشيء. يعني ملي كنكون جالس مع السي حافظ كنخمم في كل مشكل. ماشي انا كنخمم الحافظ فين نعمل له المشكل وحافظ كيفتش لي نعمل المشكل. السؤال انا شنو هو الدور ديال الاحزاب في التاثير ديال النخب ديالها؟ هذا هو الاشكال. والاشكال في الاحزاب. اشكال في الاحزاب. كيفاش في الاحزاب؟ والاشكال دابا الان هو اكبر عائق دابا باش نكونوا لا حنا كنهضروا مزيان من دابا حتى من ناحيه المنظومه ديال الانتخابات عطتنا واحد التشكيله يعني صعيب باش غير متجانسه غير متجانسه سياسيا غير متجانسه اللي كتستافد من واحد المجموعه ديال هذا كيبقاو اربعه ولا خمسه ديال الاحزاب هادو ثلاثه كيعملوا التسيير جوج كيعملوا المعارضه ولا واحد كيعملوا المعارضه اولا كيعملوا التوافق مع بعضيتهم وكتعطيك واحد راه ولا مشينا بهذا الشيء. هذا هو انتخاب 27 ان شاء الله يكون على قبل ما كذا 100 لائحه والسؤال واحد 80 لائحه وشو غتعطيك واحد 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 وشو كيتجمعهم فهمتيني؟ دابا حنايا اكبر حزب كاع نهضروا على 2009 الحزب الاول جاب 21 مقعد الحزب الثاني جاب 20 دابا حنا اكبر حزب 14 اول حزب 14 بمعنى حنا خصنا كنا نزيدوا يعني الحزب الاول يجيب 30 الحزب الثاني يجيب 25 باش فين كتجذب التحالف وتبقى تعمل غير جوج الاحزاب. هذه من الناحيه الاوليه. من الناحيه الثانيه واش الاحزاب كتعمل السياسه اولا كتعمل الانتخابات؟ طبعا خصها تكون كتم السياسه دورها السياسه خصها الانتخابات يعني اللي كنجيبوا الشخص صح. اللي كيكون مربي في الحزب وكيكون مع الحزب وتشبع بالحزب وكنجلسوا وخصو اولا يكون عنده واحد الميثاق مع الحزب
يعني المسائل ديال الارتباط ايديولوجي حزبي. ودابا يا اخو هو في هذا الحزب راه دابا كيخمم الحزب اخر. كاين ناس دابا كتخمم تنتقل لحزب احزاب اخرى. واخا هذا هو بغيت نمشيو للجامعه. بغيتي الحقائق هما هادو. بغيت نمشيو للجامعه. سي سعيد رئيس فريق نزول لك دابا الكاسكيطه ديال المقاطعه ونقز لك ونزول لك الرابطه والغرفه ونمشيو لرئيس فريق ديال الاصاله والمعاصره. فريق الاصاله والمعاصره في مدينه طنجه كيدبر الشان المدينه مده ديال بشراكه مع طبعا هو يسير هو الامر بالصرف. هذا التحالف كنقولوه اما في اطار القانون الامر بالصرف ومدبر شان المدينه ماشي بوحدو كندبروا اربعه بينا. ايه انا معك دابا ولكن خلي الحزب ديالك هو اللي كيتحمل المسؤوليه. علاش ضروري اننا نتحمل مسؤوليه رئاسه الجماعه؟ اما رئيس الجماعه في القانون سيدي سعيد هو الامر بالصرف ياك. اذا هنا انتم كحزب ديال الاصاله والمعاصره الان كتسيروا مدينه بشركاء ديالكم طبعا شركاء كنسيروا حتى مجلس العماله كتسير مدينه كامله كتسير نعم. مجلس العماله وكتسير الغرف نعم. يعني تبارك الله كتسيروا نعم. كل شيء. حنا نجيو في الجامعه احنا في الجامعه كيفاش كتقيم هذه المده ديال عامين سيدي سعيد؟ ولو ما كانتش شي شويه ديال النزعات الشخصيه كنا مشيو بعيد. صدقني اقسم بالله كنهضروا معاك يعني مرتاحين حيت كنهضروا مع ولد المدينه وراه فرحانين بك كسياسي كتمشي مدينه. والله انا اللي كاين ولكن هذا لا يعني اننا ننزلوا يدانا في كاين لا لا نزلوا من اجل التنوير. لا ننزلوهم ونشرحوا لا من اجل التنوير. لولا كيفاش بعض النزاعات الشخصيه كونوا مشينا بعادين. فين كتجلى النزاعات الشخصيه مثلا سي سعيد؟ النزاعات الشخصيه ملي كيجيتي هنا واحد مشارك معك في التسيير وكيعارضك شنو غتقول له؟ وكيقول لك انت ما كتعرفش تسير وانت كتعمل وانت ما عملتيش وخصك تعمل. اولا واحد مفوض له قطاع معين وكيضرب فيه في حين هو اللي خصو يتحمل المسؤوليه ديالو. كيفاش غنعمل واحد اللي كتهرب من المسؤوليات ديالو ويطرحها كامله على السيد العمده؟ اولا كان السيد العمده هو العسير ديك 10 النواب يمشوا بحالهم وخلينا نحاسبوا العمده على واش عمل اولا ما عملش. ما دمتي داخل معاه في التسيير انت مشارك معاه في النجاح ديالو وفي الفشل ديالو. انا وياك سي سعيد انا وياك سي سعيد دابا انتصروا بجوج بينا من الخطاب جلاله الملك خطاب العرش اللي قالنا خصنا نتجنبوا هذه المزايدات السياسيه. خطاب جلاله الملك نصره الله لامس الواقع وعطى اشارات قويه للمنتخبون كاملين من يجبد ها المسار واللي بغى يمشي في هذا المسار راه ينجح واللي ما بغاش على الاقل على اضعف الايمان يمشي بحاله. نقول لك صراحه ما كاينش جديه ما كاينش الثقه ما كاينش الصدق ما كاينش خدمه المواطن. مشي بحال الله يرحمه خدم المسائل ديالك الشخصيه وخدم الامور ديالك بعيده عن الامور ديال المغرب. ماشي اوتيل هذا ماشي فندق مخيم فيه. نقول لك صراحه هذا الشيء الصراحه اللي كتجبني فيك سي سعيد عليها انا بغيت نناقش معك رجل سياسي كيف كتقيم هذه المده ديال عامين بلا ما نرميو على شي اتجاه معين برجل سياسي كيفاش التجبير ديال مده عامين؟ جينا نعملوا منتزه واش طنجه ما خصهاش منتزه؟ لا قاز نائب العمده هنايا وعبر على المنتزه وقال ماشي العمل شي حاجه في مستوى. كاين دابا الان البحيره ديال الرهراه ديك الناس ما خصهمش متنفس ولكن هما كاملين عندهم اجماع على ان العمليه خصها تعطي الحوايج خصهم يمكن كاين اختلاف الاليه ديال التنزيل. هذا انا كنعطيك شكون اللي خصو يدبر هذا؟ عندنا مشكل ديال النظافه عندنا مشكل ديال المطرح. اذا هناك خصنا نقسموا المسؤوليات كل واحد يشبر واحد الملف. انا كنحيي السي عصام الغاش بالمناسبه هو مستشار معنا في القطاع السوداني اطيب خلق الله مشى خدم خدم على واحد الملف معين وعمل واحد الحصيله معينه وها الحصيله ديالي. وتا في النظافه انا شك السي سعيد مثلا عبرت على الارتياح ديالك قلتي لي اول مره قيل عشيه العيد كنشوف التدوينات ديالك سنتين كتقول سنتين انتم كتحققوا الانجاز السنه الماضيه وهذه السنه حققنا انجاز بتضافر الجهود يعني هما النظافه اولا والساكنه ثانيا كانت في المستوى والتاثير في الجماعه والمقاطعه والى غيره والجمعيات اللي خدموا معنا والعمال ديالنا واستطعتوا الهدف في الوقت وعملنا وكنا عندنا واحد المقترح خدمنا به. شنو هو؟ السواني عملنا مطرح وسيط فين عملناه؟ هنا في شارع مولاي عبد العزيز في واحد الارض فارغه ممتاز جينا كنخدموا مقترح من عندكم من عندنا حتى في بني مكاد نزلوه حتى في هذا الكلام عندو ولكن حنا في السواني ما كانش عندكم حنا انا كنت عندي التدبير ديال هذا الملف في هذه السنه في الولايه يعني الولايه اللي سابقه شبرتو سنه كانت الشركه ديال سولامطا كتخدم اتجاه ديال الزوديه ومبروكه وكذا
فاول اكراه قلت لهم هذه الاليات هذو ما خصهمش يخدموا هنا. ملي كتدخل مبروكه بالكاميون ديال 20 طن ولا 18 ديال الطن باش غير يدور ويدي الوقت كيدوي واحد الوقت كبير. دابا باش نخدموا نجمعوا هذه النفايات ديالنا عملنا الحاويات بعض المواقع اللي كيسيبوا فيها وكيف الازقه خدمنا اليات صغيره كتجمع وكتجي المطرح الوسيط الاليات الكبيره كتهز حنا سالينا يعني عملنا بحال الشغل ديال الشانه هذا كيعطينا هذا وهذا كيعطينا هذا فكره الانتاج وصافي انتاج ممتاز. حنا وصلنا لخمسه ونص كنا مسالين السبعه ونص كنا عملنا الدواء وسالينا والناس ما شمت ريحه ما تادت ما تشكات يعني ما يمكنش انا نجيب الرموك وندخلوه ونطلعوه في شارع اطلس. شفت الناس كتشكر شي النهار اللي عملتوا حاجه مزيونه المدينه كامله صفقت الناس هادو ما سكان طنجه فهمتي طنجه ذكيه وكتتبع يمكن كتسكت يمكن بحال واحد كنت كتفرج في واحد المقابله كلشي كيغوت عاش من كذا فهمتيني في المنتخب ديالنا ديال هذا وكملي تحشى الكون كلشي قال كون حنا دائما كنفرحوا للاحسن ولو انا كنتقدوا ولكن الاحسن دابا كنبغيوه وكيعجبنا في طنجه وطنجه مدينه جميله ومدينه نقيه باعتراف الزوار ديالها اكيد خاصنا نحافظوا على هذا الشيء هذا هو انا كنهضر على السواني مقاطعات اخرين سي سعيد العام هذا المجهود كاين الخلل حيت انا ولات تعرف سينا ولد بني مكاده ونعاد ارتباط بني مكاده والله يا ودي سي سعيد كاين طنجه كان عندها ارتباط مع بعض كاين شويه تما خص شويه ديال العمل وفي مغوغه كاين شويه ديال العمل ديك الشركه خاصها تزيد شويه في كذا هذا سي سعيد حنا جيران ديالنا مغوغه وجيران ديالنا بني مكاده حنا متناسبين مع بعضنا المهم هي بالوقعه وحده انا حتى جيت للرئيس ديال المقاطعه واحد المقاطعات من الكاميون اللي كتجوز لي قدام المقاطعه وهي كتهبط الاكسيليا يعني خصها توقف قالوا لا نقدر نوقفها ولكن ما تبعش ماشي مقاطعه الشركه لان يعني حنا عندنا ميكومار وعندنا ارما ميكومار تبع السواني ومدينه هي اللي كتجي يا اخرى يا اخرى تبع قطاع اخر شركه اخرى ولكن كتضر في الشارع ديال التراب التراب ديالنا ولكن ما خليوهاش تضر ربما في التراب ديالك كضر يعني في التراب ديالك كطلع كطلع التراب السوري ديك النص اللي هذيك النص وهذا هو الاشكال ديال التقسيم ما خصوش يتقسم هيدا خاص التقسيم هو غالبا كيكون تقسيم اداري مسؤولي على العاتق ديالكم كاحزاب سياسيه انكم ترافعوا خاص اما بالشوارع الكبيره واما بشي اوديه كبيره ولا كذا اما باش تقسم لي بشارع مولاي سليمان فهمتيني سيدي سعيد شي شوارع بشي زنيقات راه ما يمكنش شي واحد سقسى ولد في طنجه قال له في ساكن هو ساكن في السواني قالوا انا ساكن في طنجه قالوا عندكم بحر قالوا لا ما عندناش قالوا كتكذب ما ساكنش في طنجه أيه. بمعنى ان التقسيم الاداري صعيب يكون حارم من منطقه معينه تجي تجي بلي مكان 430 الف نسمه وتجي السواني 150 الف نسمه تجي الرقعه راه اكبر كثافه سكانيه في المغرب هي كاينه في السواني صحيح يعني واحد الرقعه ضيقه وحنا قدامنا رقعة اللي نقدروا نخدموا فيهم واحد الديران ونقسموا حتى الاعباء على المقاطعات اخرين بحال بني مكان خاصها تقسم عليها جوج مو خاصها تنقص شويه خاص السواني تزاد فيها المدينه تقلص شويه وتعطي لهم شويه واجهات بحريه كل مقاطعه ممكن مقاطعه اخرى ممكن ممكن فهمتي دابا لو خصني نعمل شي نشاط في البلايا خصني نشوف مع المدينه ولا مع مغوغه صحيح ودابا دابا دابا النشاط تعمل في مغوغه تعمل تحت في التراب ديال المدينه ماشي ولكن مدينة وحده كلشي كيستافد ماشي طبعا نرجعوا باقي في الجامعه كيفاش علاقه ديال رئيس فريق الاصاله المعاصره مع باقي الفرقاء السياسيين الاخرين داخل مجلس ديال طنجه بيني وبينك نهضر معك صراحه رئيس ديال حزب الفريق ديال حزب الاستقلال دائما كنجلسوا مع بعضنا علاقه طيبه علاقه طيبه رئيس ديال الفريق ديال الاتحاد السوري كذلك في تواصل مستمر معنا في المقاطعه الرئيس ديال الفريق ديال الاحرار اللي كان السي عزيبو كنظن دابا وقيلا رجع السي بولعيش عندنا مع علاقه طيبه علاقه يعني علاقه وكاين السي عبد الدايم ديال الاتحاد الاشتراكي عايش معاه يعني علاقه طيبه السي احمد بالروح وكذلك الاحترام يعني علاقه بيناتنا علاقه طيبه من ناحيه ديال الفرق وكنحترموا بعضياتنا ولا رديتي البال راه الفريق ديال العصر المعاصره يكونوا ملتزمه خلال الدورات يعني واحد الالتزام يعني واحد المستوى معين كتبقى شي تدخل والضد ديالو او نحن مع وشي حاجه مع الضد او كذا كنلتزموا بالطناش بينا كنجيو بالطناش بينا كندور عز الفريق دائما كيكون هو اللي كتكون عنده الكلمه او من خول له الكلمه في واحد الموضوع معين وكنمشيو في الاتجاه هذا سي سعيد رئيس فريق الاصاله والمعاصره وكاين منصب شاغر في الجامعه طبعا اللي كانت الاصاله والمعاصره شنو الموقف ديال رئيس فريق الاصاله والمعاصره من هذا المقعد هذا؟ هو هذا المقعد هذا اسال الميداد خسر الموكله من ذاك المقعد يعني بزاف لا حيت هو ديال الاصاله يعني الكلام على هذا المقعد هذا اغرق المقعد
يعني دابا رجع كيعوم بلا قد بحال كنقولوا حنايا دابا حنا الصيفيين هذاك مقعد ديال الاصاله والمعاصره. علي انا سولتك انت لا واضحين في هذا المجال هذا انا علي دابا انا سولتك هذا الموقف ديالك ولا نحترموا التحالف انت رئيس ديال فريق الاصاله والمعاصره كن واضحين ولا كنحترموا التحالف اللي عملناه في الاول وهذا مقعد ديال الاصاله والمعاصره ولا كنحترموا كذلك التحالف اطار الصالح العام وبغينا نوسعوا هذا الاطار غنجلسوا عليه كاملين كاحزاب. انا كنامن المؤسسه ديال الحزب والحزب خصو يتشاور مع القواعد ديالو. القواعد ديالو هما المستشارين ديال كل حزب. حنا 12 والاحرار 14 و12 ديال حزب الاستقلال وكاين الاتحاد الدستوري 13 راه هما عندهم انقسامات مع بعضياتهم. نحددوا واش نضيفوا لينا يعني شي حزب اخر او نبقوا داخل هذا التحالف هذا يعني الرباعي. كنظن التحالف الرباعي كافي الناحيه العدديه مريح ليه 12 في 12 في 14 كتعطي 38 ولا زدنا 13 ديال الاتحاد الدستوري اللي معنا راه كنوصلوا 52 52 اغلبيه مريحه. ولكن ولا شفنا هذا الشيء هذا وشفنا شي حاجه اخرى راه غنمشيو فيها اش المصلحه ديال المدينه كنهضر. ولكن هنا ما بقاتش قضيه ديال الاحزاب. هذا هو الاشكال في هذا المقعد هذا. شخصا رجع مكسب شخصي انا خصني انا وتينا خصك انت وهذا. وانا راه سالتني واحد الموقع وجاوبت وقلت بهذا الطرح هذا هو باستثناء السيد العمده وتسعود النواب اللي معاه كيبقاو 71 كامل عند الحق ترشح. ولكن منطق الاحزاب راه منطق الاحزاب ولا منطق الاشخاص 71 كامل عند الحق ترشح واللي جاب 4 ولا 5 الاصوات يكوز. هو انا غير بغيت نناقش معك هذا الموضوع يعني حشومه نهضروا بهذا حيت الان كاملين المجتمع المغربي كامل بقياده ملك البلاد طبعا الغايه الوحيده هو اعاده الثقه للمؤسسات. الشعب يعني عشيه انتخابات ديال 8 شتنبر احترم هذه الرؤيه ديال الاحزاب انهم عملوا التحالف ثلاثي والتزم الصمت وصفق التجربه. كيفاش حنا نضربوا عامين ونرجعوا نلعبوا معاه؟ يعني الاحزاب السياسيه تكرس للعزوف وتكرس ديال الحوايج ولا مشي بهذا النهج هذا ديال الشخص. انا كنقول له ما يبقاوش الاحزاب ارجعوا في الاشخاص وارجعوا في حوايج اخرين ويعني عاد جبدنا شي حوايج ماشي هما هذو. فكنظن الاحزاب خصها تتحمل مسؤوليتها وتكون قد المسؤوليات اللي مطروحه عليها. الاحزاب كدي دعم خصها تعمل تكوين خصها تاثر المستشارين ديالها خصها تعمل بزاف ديال الحوايج ماشي الاحزاب اللي كتظهر من انتخابات انتخابات. خص هذا الشيء هذا كامل يكون ويجلسوا الممثلين ديال الاحزاب ويتقحدوا قرارات ويتشاوروا مع القواعد ديالهم وتنفذ رغم عنهم وكاين وتكون قرارات انضباطيه. دابا تيجي تهضر على الديمقراطيه الداخليه. هذه خصها تكون ديمقراطيه داخليه ولا مع التحالف. زعما مع الاحزاب ولا السياسه ولا ما قدروش. اذا حنا كنعيشوا في واحد الحاجه اللي ماشي هي هذه. انا كنهضر على الحزب ديالي عندنا 12 منضبطه. اذا نبقاو عندنا 12 منضبطه ونتمنى يبقى بهذا الاطار ويبقوا بهذا الاطار هذه الجديه. علاش؟ لان ما نعملوا حتى قناه نجلسوا معاهم ونشرحوا لهم علاش. يمكن يقتنعوا يمكن ما يقتنعوش ولكن نكون عارف. اما تجي وتنزل عليه سيف وتقول له هذا او لا هذا فما كنظنش غنوصلوا لهذ الدرجه هذه هي كاصاله ومعاصره. وهذا هو المنهجيه ديال الخدمه وهذا اللي جعلني انا كنتشبت بالعمل الحزبي بالطريقه هذه هي. وانا عجبتني بهذا التشبت عجبتني بهذه نظره الامال وهذا الانضباط اللي حارس على المستقبل. الا قلت لك الكلمه الختاميه والحديث معك خصو بزاف ديال الوقت يعني ساعه زمنيه هو الحديث على هذا الشيء هذا هو اللي كيدير الوقت بزاف. سي سعيد الا قلت لك الكلمه الاخيره كلمه ختاميه من موقع طنجه 24 مع برنامج اهل المدينه شنو تقول لنا؟ انا اختصر هذا الشيء هذا في خطاب صاحب الجلاله هو الرساله واضحه الجديه. بارك علينا ماشي حوايج اللي يسيئون الى المؤسسات وكيسيئون العمل يعني الجماعي. الجديه بمفهومها المغربي الاصيل كما قال يعني المعقول. الجديه في كل شيء. المعقول. اي حاجه الجديه. ولا بغينا نمشيو للقدام او لا بقينا يعني كنتساهلوا وكنهدكوا راه ما غنكونوش في المستوى ديال التطلعات الساكنه. والساكنه ماشي شي حاجه اللي كيستهتر بها كيستهتروا بها اذكياء وسكنه طنجه فاتي من الناس اللي يراقبون طنجه من الاول ماشي عاد دابا ناس طنجه يتابعون ويراقبون. يمكن ما كيتكلموش في قلبك وما كيبغيك سير ما يلقاش يشوفك ويمكن ما كيتكلموش ولكن كتجي الساعه ديال الصفر راه كيتكلموا. وهذا الشيء هذا هو
خاص الجديه ثم الجديه ثم الجديه، وشويه ديال الصدق شويه ديال النيه. شكرا سيدي سعيد، كنت معنا في برنامج اهل المدينه، والشكر موصول اليكم متتبعي ومتتبعات برنامج اهل المدينه على موقع طنجه 24.